عندك مشاهدينا بنرجع من كفي برنامجنا ومعنا ضيفتنا بهالفقرة دكتور هلا عمران بكالوريوس الطب دكتور علا عمران من سوريا. بنمسي بالخير دكتور علا، مساء الخير. مساء الخير دكتور علا، بكالوريوس طب من سوريا، ماستر من امريكا بالتغذية نيوتريشن تغذية، يعني متهيألي كل الناس عايزة تسمع منك أكيد، خاصة دكتور علا بفترة الأعياد الناس عندهم تندنسي أنه يأكلوا أكثر وما ينتبهوا على دايت تبعه. نحن بلقائنا اليوم بدنا نركز على الناس الأصحاء يلي ما عندهم مشاكل صحية، بس بدنا نعطيهم نصائح عامة شو هي الأشياء اللي لازم يتوقوها تفاديا طبعا من أنه يصير عندهم مشاكل صحية. أول شيء بحب أقول مساء الخير لكل اللي عم يشوفونا، وبحب أقول لهم إنه هلأ بفترة الأعياد أنا بعرف إنه كتير يعني ممكن لقوا عزومات برا، ممكن يكونوا هني عاملين عزومات في البيت، فبحب أقول لهم إنه دايما في خلينا يتبعوا استراتيجي، يعني إنه لحتى يقدروا نظموا أكلهم بوقت العزومات. أول شغلة بحب أقول لهم إياها إنه أنتوا عمركم ما تروحوا على عزومة أو تبلشوا أكل وأنتوا كتير جوعانين. يعني أنتوا عارفين حالكم، مثلا عندكم حفلة أو عندكم عشاء على الساعة 9 أو 8، على الساعة 7 مثلا ساعة قبل خدوا سناك خفيف. سناك خفيف بيكون صحن صغير سلطة، مثلا كوباية يوغورت اللي هو خلينا نقول لبن. بحس ساعتها لو أخذ يوغورت كده وبطني فاضية يعني تربط لي الدنيا. أوكي. طيب خلينا بدون يوغورت شوية ناتس، شوية اللي هن مكسرات ممكن، لو حاجة فيها سكر مثلا. لا سكر، لا مو مش انه هيك، لانه السكر هيك دونت مثلا. لا طبعا اكيد لا، الدونت لحالها فيها شيء 250-300 كالوري، يعني انت almost اكلت هاف الكالوريز اللي انت مسموح مثلا اذا انت على دايت او انت مثلا ما بدك تأذي نفسك كتير بالاكل. يعني ريت ما بتعزمنا بتقول لنا ما تاكلوش خالص طول اليوم، فبنروح بنبقى على خلاص البطن فاضيه. لا لا ف يعني لا يعني عشان كده لازم احنا في الاول متهيألي عايزين منك انت الكلام، يعني انصحينا يعني ايه اللي ناخده وفي نفس الوقت ما تبقيش يعني طيب هلا قاسي علينا. يعني هلا نحن حكينا انه ما نوصل جوعانين على السفرة، هي اهم شيء انه ولو سناك خفيف شيء حسس طيب المكسرات اللي كنت عم مكسرات ربع كاب مثلا يعني كم واحده ربع كاب دي؟ يعني مثلا 20 حبة ألموند اللي هو اللوز مثلا، بس غير مملحة، يعني ما تكون مالحة أو في الواحد يكلها معنا. لا لا يعني حسب، هلا إذا واحد عنده ضغط أكيد ما رح يأكلها مملحة، وإذا واحد عادي بس أكيد مش المحمصة بالسكر، في منهم بتكون جاي معهم سكر أكيد لا، اللي بتكون الجاي ناتس. أوكي سو المهم يوصلوا، لما يوصل على محل العزومة أو العشاء أو كذا بس يعمل سكان هيك نظرة سريعة يلقي على الأكل الموجود وبهدوء يبلش يختار. حلو، يعني حلو. مو انه يبلش اول شيء شاف مثلا سباجيتي ولا شاف ستيك، لا مو عم نقول ستيك مثلا، انه شاف يعني معجنات قايم فورا يلا انه الكاربس او خليني يبلش يعني خليني يدوق بيكون بالدوقة اخذ الميل كلها. لا فنحن بيكون عندنا صحن، يعني الطبق اللي هو الطبق نحن بنعتبر انه بنقسمه نصه نصه تماما، يعني بنتخيل انه الطبق مقسوم بالنص وعليه فيجيتابلز نص فيجيتابلز، بنروح بننقي من انواع الفيجيتابلز اللي هي جرين فيجيتابلز الريد والاورنج، بنعمل ميكس يعني بالقلم بال هيدا دكتور الطبق اللي عم تحكي عنه يلي موجود هلا على الشاشه. نعم نصه، لاحظي انه نعم. نصه صاير انواع مشكله من الخضار والنص الثاني بنقسمه ربعين طبعا. أيوة. اوكي هلا هو هيك محطوط انه في رز وفي مثلا تشيكن بريست، بس ما ضروري يكون هيك، بس الايديا من وراها انه نص الطبق تماما يكون فيجيتابلز. يعني نحن ليش عم ناخذ فيجيتابلز بهالكميه هي من اول ما نحن ما بنبلش نتعشى؟ اولا الفيجيتابلز فيها فايبر عاليه جدا بالفايبر. فالفايبر بتساعدنا انه نحن ما ناكل كثير لبعدين، لانه هي بتعطي احساس بالشبع. والفايبر قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا لا اول ما بنبلش بالاكل نحن عم نبلش عم ناكل سلطه، يعني نحن بناكل كذا لقمه سلطه بناكل من الشيء اللي حاطينه كمان على جنب. يعني حلو. مثلا اللي هو كان في رز او كان في تشيكن فينا نستبدله الكاربس، نقول كاربس. اوكي فالكاربس اللي كانت موجوده ممكن تكون مثلا الوايت رايس، انا ما بنصح فيه، مثلا بنصح بالهول ويت رايس او البراون رايس مثلا.
ملوش طعم. فيها تكون خبزة مثلاً لأنه نحن العرب. هلأ الخبز بس في نقطة بحب نوه عليها أنه غالباً إذا كنا عزومات كبيرة خلي الخبز بلاح. يعني خلينا نوفر الكالوري للشي مثلاً ما رح ناكله كل يوم مثلاً. مثلاً إذا أخذنا قطعة صغيرة مثلاً هل قدها بس يعني صغير إذا نحن مثلاً اشتهينا إنه شفنا لازانيا محطوطة وحبينا ناخذ قطعة صغيرة مكعب صغير يعني وحطيناها هي بحجم التوستة أو الخبزة اللي رح ناكلها مثلاً. واو يعني اللي عم بتقولي إنه أهمية الفيجيتابلز هي تتساعدنا نشبع. أيوة. بدون ما ناخذ كالوريز تماما. اول شغله كميه. ايوه تماما. فانت بتبلشي بالفيجيتابلز وبتاكلي مثلا يعني خلصتي خلينا نقول نص الكميه المحطوط من هالفيجيتابلز وبعدين انت عم تاكلي فاوريدي ما بقى انت بتاكلي كثير بسرعه وما بقى بتحبي انه انت تاكلي هالنشويات زياده يعني بتخليك تحسي بالشبع. نعم يعني بتبتدي يعني انا بسمع ان مثلا لازم ابتدي الاول اشرب ميه الاول قبل الاكل. ابتدي بميه ان انا بحاول اجهز معدتي او اجهز نفسي ان انا ابتدي اكل وبعد كده مثلا السلطه او الفيجيتابلز زي ما حضرتك بتقولي. بس اللي انت قلتيه لحد دلوقتي يعني ما فيهوش حاجه يعني تجذب ان يعني احيانا في ناس يعني كلنا انجوي الاكل نفسه الاكل نفسه وي انجوي احنا بنستمتع بالاكل بنروح مطعم او بنروح مكان في اكل ده الطباخ ده بيعمل شيش كباب ما فيش بعد كده طيب هذا البروتين هلا بنحكي فيه نحن ما حكينا لسه عن اللحومات نحن شفنا الطبق مقسم نصين نص على الكاربس هلا الكاربس لما بتطلع على عزومات اوكي انا شفت مثلا خلينا نقول انواع مثلا معجنات رز طيب خليني اخذ بدل ما اخذ رز ابيض مثلا لحاله اخذ رز مع فيجيتابلز لانه اوقات بيكون مثلا في رز معها صح او رز ابيض زي بتاع تشينيز هيدا الستيم رايس يو ويل جو وذ يعني انت فيك تاخذ الستيم رايس اوكي مثلا بدل ما يكون انه رايس كثير عليه زيت اوكي سو الايديا بعدين انه انت في عندك الربع اللي ضل هذا هو ربع البروتين فانت بتحط فيه الكميه اللي انت بتحبها من الشيء الموجود طبعا هلا نحن بنطلع انه مثلا انا عندي صدر دجاج مشوي وعندي واحد مقلي سو اكيد الافضل اللي تختاري طبعاً المشوي يعني هلا انا انت عم تسالني انه كيف ممكن نحن نروح على ميل او على عزومه او على عشاء ونحن ناكل ونضل هيلثي فاذا نحن بدنا نحط ببالنا ناكل ونضل هيلثي فمعناتها نحن بنروح مثلا ما بنتجنب الشغلات المقليه صح بنروح على المشوي او على السوتي اوكي يعني وحتى في يعني الواحد على كل الاعمار ذكي للاعمار كلها من الاطفال للكبار هلا على كل الاعمار طبعا هلا الاطفال كمان مفروض ياخذوا كميه من السلطه او كميه من الخضار والفواكه بالنهار يعني اذا الصغير الكبار اكيد بتكون الكميه اكبر اللي لازم ياخذوها بس الفكره هي التنوع في الاكل انه انا ما اروح مثلا اكون معبى صحني كلياته اخر شيء رز وباستا ومعكرونات ونشويات يعني حصرت حالي بس بالكاربز بدون ما اخذ الفيجيتابلز نعم بدي احكيك عن بعد الميل دكتور في يعني نحن كعرب على طول في عنا تراديشن انه لازم يكون طاوله الديزرت والحلويات حاضره ولازم دغري نحط الشاي او اليانسون او حتى قهوه من بعد الميل شو الصح شو غير الصحي بهالموضوع هلا بحب اقول شغله انا حتى اللي عم يعملوا دايت يعني حتى انا بنصحهم انه ما يحرموا حالهم ابدا من الديزرتس ابدا يعني اقول انا على دايت خلص نو 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 بيكون على مثلا في مثلا انواع مختلفه من الحلويات على الطاوله وهن بقلاوه كده اي بس انا بقول انه جعان هيك محمد عم يحكي من قلبه بالاكل اي بس انا بنصح مثلا انه اوكي يختاروا نوع واحد هنا بيحبوه ما يختار هي وهي 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 يعني والله نوع واحد طيب واذا هو حب اكثر من نوع ممكن ياخذ نص من هذاك النوع ونص من النوع الثاني حلو بس يعني مش القطعه كامله لا احنا بنعمل طبق مثلا بيبقى فيه بقلاوه اوكي كريم كراميل ايوه كنافه واخد بال حضرتك بيبقى فيه بسبوسه بالمصري بالمكسرات وفي حاجات بالقشطه وده واخد بالك وبعد كده بناخد شاي دايت ما هو يعني اوكي هلا هو شغله ذكاء انه انا بعتبره سمارت انه لما الواحد بينتبه على الشيء اللي بيشربه ما يشربه دايت لانه انت هيك سيف ذا كالوري فور ذا ميل يعني انت بدل ما تشرب بكوبايه واحده 300 كالوري انا اخذتها دايت وتركتها 300 كالوري لشغله ثانيه بس بنرجع على الحلو كمان انا ما بكون عم
اكلت هيلثي كل الوقت وحاولت ابعد عن المقلي وحاولت ابتعد عن الشغلات اللي كلها فيها زيوت، واخر شيء انا اجي اعبي الصحن حلو مثلا. طيب في عندنا كمان يعني قطعه صغيره. نعم. يعني بحب انا اقول انه قطعه صغيره تريت يور سيلف، تريت يور سيلف، تريت يور سيلف. طيب حضرتك الكلام ده كله كلام عام، واحنا عايزين بقى نتكلم كلام محدد. في موسم الاجازات والهوليديز حاليا دلوقتي، حضرتك بتنصحي بايه وايه اللي نبتعد عنه خالص؟ يعني مثلا ما يصحش ان احنا ناكله خالص. يعني هلا انا مثلا بقول انه الديب فراي خالص. يعني انا ممكن اسمح مثلا قلت لك انه قطعه حلو صغيره اتس اوكي، بس ديب فراي تو ماتش، لانه كل جرام دسم بيعمل طاقه مرتين قد جرام من السكريات. فانت بتكون اخذت دبل، يعني دبل الكميه لما انت بتكون اخذتها بقطعه صغيره ديب فراي، يعني كان يعني اي نوع من الاكل لما انت بتاخده ديب فراي بتكون اخذت دبل الكميه الحرارات اللي ممكن تاخذها. انا طبعا دكتور علا بدي اذكر المشاهدين اذا بحبوا يطرحوا اي سؤال لحضرتك انه يتصلوا ببرنامجنا. اشرحي لنا لو سمحتي الصوره اللي عم تظهر علينا على الشاشه. سو هون عم يفرجوكم انه شو اللي هي الخيارات اللي هي الهيلثي. عم يقول لك دونت ايت ذس ايت ذس. سو اذا بتلاحظي بتشوفي معنا اللي هي على اليمين انه في مثل ما حكينا نص الطبق فيجيتابلز، الربع الثاني كاربس اللي هي كومبلكس كارب مفروض تكون، الربع اللي بعده هو البروتينز. اوكي فهونيك عم يقولوا كمان انه حاطين مثلا فرنش فرايز بدل السلطه. لاحظي انه ما في الوان. صح. اذا بتلاحظي بتشوفي اصفر وعلى على لون يعني بني. وعلى ما في كولرز. فنحن قد ما ناكل وننوع بالكولرز بالطبق تبعنا، لانه ما في شيء بيعطي للطبق كولرز غير الفيجيتابلز والفروتس والمحشي. طيب محمد مصر جدا، بس ما هو المحشي يعني هني. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه، حضرتك بتشتري في مستشفى في بروكلين. في المستشفى كخبير التغذيه او نيوتريشن، هل انت يعني انت كل يوم بتعملي ايه؟ يعني مش كل الناس بتجيلك بتقول لك احنا عايزين نعمل دايت. اوكي لا اكيد في مرضى بيبقى لهم كل واحد حاله معينه له اكل معين لازم بتشرفي عليه وكده. طبعا هلا مريض السكري بيكون تقييمه غير، توزيع وجباته غير، بعدين المرضى اللي معهم قلب، بعدين المرضى اللي معهم قصور كلوي، بعدين كل واحد يعني مرضى العنايه المشدده بيكونوا غير. يعني مش دايت، يعني مو كل التغذيه هي دايت، بس نحن انه حبينا اليوم بهي الحلقه نحكي عن الشغلات الهيلثي ان جنرال، يعني شغلات اللي هي ممكن تفيد الناس. بعدين في شغله بحب انا اولى انه نحن وعم ناكل مثلا كل بعد كم لقمه مثلا نحط الشوكه هيك نريحها شوي، او الماء نحطها هيك نرتاح بس ونتكلم شوي، ناخذ كم شفت مثلا مي او مثلا من اي عصير دايت محطوط جنب في وسط الاكل. في وسط الاكل يعني نحطها، ما نضل انه عم ناكل لانه نحن لما بناكل شوي وما نحطها نحن عم نعطي مجال للاكل ينهضم بمعدتنا. حلو. وللمعدة تحس بالشبع قبل. يعني هيدي النصائح دكتور يلي عم تعطيها هي كثير مهمه، لانه هي بتغير شوي صغيره من نمط او طريقه اكلنا، ولكن بتساعدنا انه ناكل healthier ويمكن نخسر وزن حتى. لانه انا مثلا هلا انت عم تحكيني انا عم بتذكر انه في كثير اشخاص بعرفهم بتكوني عم تتعشي معهم براسهم بالصحن، ببلشوا لقمه ورا الثانيه ولقمه ورا الثانيه، ما بيحكوا معك بصير دغري. يعني هيدي يعني طريقه غير سليمه. ويمكن زمان احنا في مصر كان زمان يقولوا في مصر لا كلام على طعام، لا كلام على طعام، كله شغال بالاكل. لا. بدنا ناخذ نحن وياك دكتور اتصال من شيكاغو. معنا ابو وليد عم بيتصل فينا. مساء الخير. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ابو وليد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك حبيبي ابو حميد، تحياتي للدكتوره وللمستمعين. تفضل ابو وليد، في عندك سؤال؟ نعم. هو السؤال انه احنا يعني عشنا في فتره مش طويلة قبل 20 سنة أو 30، كانت طبعا الأكل في بلادنا المتعارف عليه سواء الفواكه أو الخضار دائما في موسمها. يعني سبحان الله ربنا تكفل في إطعام البشرية بالطعام، مثلا يطلع الحمضيات في دائما في الشتاء لأنه جسم الإنسان يحتاج إلى فيتامين سي. ربنا والبطيخ مثلا في الصيف، كل شيء له موسمه. فاللي حصل المشاكل اللي احنا بنعاني منها هذه الايام، بنشوف هناك محلات كثيره مكتوب عليها اورجانيك،
بدل هذا الشيء، بدل على شيء انه طبيعي وشيء غير طبيعي. يعني احنا امياتنا الله يخلي لنا امياتنا، في منهم والله يرحمهم كانت مصنع في البيت تطحن وبتعجن وبتخبز وبتصنع ملابس لاولادها وتخزن الطعام. السؤال احنا كنا نخزن مثلا الطعام والاجبان واللبنه والزيتون بدون ما نضيف اي نوع كيماوي في هذا الاكل، وبيستمر سنه وسنتين. يعني في سنك انا شفت، واحنا ليش ما يستعملوا هاي الطريقه الان مثلا؟ ليش كل شيء في مواد كيماويه؟ كلام ملايين. سؤال سؤال اذا سمحتي لي. اوكي مشكله. نعم. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. يعني عندك ملايين المعلبات كل يوم بترتمي في النفايات، ترمى في النفايات معلبات، قلان حليب، طعام، دجاج، لحوم، وهناك في نفس الوقت ملايين من الناس تموت من الجوع كل يوم ومن الأمراض. والله وليد انت سألت سؤال احنا ما كناش محضرينه، بس السؤال ده احنا فعلا من اهم الأسئلة اللي احنا حاليا دلوقتي، لان ده منتشر، ده اصبح في سوبر ماركت كبير يقول كل حاجة عنده اورجانيك. طيب شكرا شكرا ابو وليد. دكتور علا، فاذا ردا على ابو وليد، الاورجانيك شو معناتها يعني؟ هلا مزبوط هو عم يحكي انه في كتير اوقات بتنحط انه في بتتخزن وبتنحط شيء بالبرادات، وفي طريقه تخزين لانه الخضار والفواكه اوقات ما عم تكون بموسمها. الحقيقه هو المشكله هون انه عرض وطلب، وهن بدهم يحاولوا ماركتينج، يعني بالنهايه تسويق، يعني بدهم شعب، يعني عدد سكان امريكا كتير كبير، فبدهم يلبوا متطلبات الشعب ورغبات الشعب كلياتها. فانا بنصح يعني انه مشان هيدي الحاله انه نحن ما دام بنعرف مثلا انه ايمتى موسم الفواكه بناء على بلادنا، يعني انا بنصح انه نحن ننتقي المواسم المناسبه وناكلها فيها، يعني لو حتى هي موجوده بالماركت اذا انا يعني ماني مقتنع فيها لا اخذها. ما كلش بطيخ في يناير. بس طب انا هقول لحضرتك حاجه، بيض اورجانيك ده فعلا في فرق بينه وبين الاجز اللي هي مش لا اقول لك شغله. المشكله الاورجانيك هلا صراحه موضوع كتير كبير، حتى هون في عندهم جدل عليه، لانه الاورجانيك له درجات، يعني حتى كلمه اورجانيك لحالها ما بتكفي. لازم يقولوا 100% اورجانيك اور سيرتيفايد اورجانيك اور اورجانيك اور ناتشرال. فحتى في فرق، لأنه 100% أورجانيك معناتها هذا ربيان طبيعي، طبيعي ما محطوط له حتى الأكل اللي عم تاكله الدجاج لحتى يعمل البيض، حتى الفيدينج الكورن تبعها هو ناتشرال، يعني ما نو مثلا مصنوع بطريقة التعديل الوراثي، ما نو نمتع مايين. وهل فعلا ده أفضل من المعالج؟ هلأ كقيمة غذائية ما في ريسيرش لحد هلا كقيمه غذائيه، يعني على محتوى البروتين وعلى محتوى الدسم وعلى محتوى الفيتامينز، ما في ريسيرش اثبت انه الاورجانيك هو احسن من المانو اورجانيك. لانه فعلا ممكن يكون التريتد احسن من ال لا لا كقيمه غذائيه، يعني نحن اذا بناخذ الكم الكالوري بناخذ قديش في مثلا، هون في مثلا خلينا نقول 9 جرامات دسم، هون في 9 جرامات دسم مثلا، مثلا بالبيضه في 7 جرامات بروتين، بهي بالاورجانيك في 7 جرامات، ما في شيء انقص من شيء. ممكن يكون فيها ماده تكون يعني لا لا عم اقول لك انا انه بصير انه طريقه اللي هي يعني مثلا ممكن الاورجانيك يطعموا انه يحطوا له شويه اوميجا 3 للاكل اللي عم تاكله الدجاجه، فبيطلع البيض في انه كميه اوميجا 3 اعلى من كمية الأوميجا 3. يبقى اللي ساعتها النون أورجانيك أحسن هي إذا حاطيلها إذا الأورجانيك سوري لا لا الأورجانيك بيكون أحسن بهالحالة، هي إذا حاطيلها. لا بس الأورجانيك ده مش معناه أنه مش حاطين حاجة خالص، لا الأورجانيك معناتها لا لا حتى في أنه إنهانست، يعني هيدي أنه ما حاطين شيء كيميكال مضر، هيك معناتها الأورجانيك، ما حاطين كيميكالز، يعني ما في 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 مفيش كيميكالز، ما في كيميكالز بالناس. أوكي بدنا نرجع نكفي الفرق. أوكي. دكتور ما بين أورجانيك 100% أو سيرتيفايد. خلينا نأخذ بس لو سمحت اتصال من أوهايو. معنا إبراهيم، مساء الخير. ألو مساء الخير، كيف مساء النور. الحمد لله إبراهيم، تفضل. في عندي سؤالين صراحة. تفضل. السؤال الأول بدي أسأل عن الكورن سيرب والهاي فاكتوس كورن سيرب، يعني كثير كورن سيرب والهاي فاكتوس كورن سيرب. نعم اكيد الدكتوره يعني عارفه. الدكتوره فاهمه هتفهمنا دلوقتي. ايوه نعم اوكي هيدا سؤالك. شكرا شكرا. السؤال ده عنده سؤال ثاني ابراهيم؟ نعم تفضل. عندي سؤال ثاني كمان. عندي سؤال ثاني.
في السؤال الثاني، لما في كثير هلا الاعلام الامريكي عم يحكي عن الجي ام او اللي هي جينيتيكلي موديفايد، هلا في شو هاي، كيف بتسبب هاي امراض؟ مثلا لما واحد مثلا عندنا جينيتيكلي موديفايد كروبس او اكل، هاي هل هاي بتسبب امراض عند ال يعني عند الكونسيومر؟ اوكي دكتوره جاوب على اسئله. شكرا ابراهيم على السؤالين. تفضلي دكتور، كورن سيرب وهاي فركتوز. خليني اخذ الثاني جاوب عليه، حاجه جاوب عليهم اثنيناتهم. اوكي بس مشان الثاني، التعديل الوراثي هو لما هو الاكسبريشن اللي قاله جي ام او، يا هو GMO. التعديل الوراثي يعني تعديل الوراثي. يا التعديل الوراثي للنباتات، ولانه مثلا انا لما عندي كورن او عندي توميتو او مثلا عندي سويبين، انا بعدلها وراثيا للنبته بحيث انها هي تعطيني من محصول افضل. اوكي سو المشكله انه هون حتى الريسيرش تبعهم، يعني هن لما بدهم يعملوا ريسيرش ما قدروا يلاقوا انه الجي ام او هو مثلا المواد المنتجه هيك هي عم تعمل مثلا سرطانات او عم تضر بالصحه غير المواد اللي ما لها معدل وراثيا. ما قدروا لاقوا لها، ولا اذا كان في جواب صريح على هذا الموضوع يعني شافوا انه فعلا في ضرر، كان الاف دي اي اكيد رح يمنع موضوع التعديل الوراثي للمحاصيل. هذا موضوع كتير كان يعني مثل بيقولوا هات توبكس عندنا بالجامعه ودائما نتناقش عليه، في جدل كتير حوله، بس لهلا حاليا ما قدروا يثبتوا انه الجي ام او هو بيسبب مشاكل الصحة، لانه انت ابدا ما قدروا يثبتوا هذا الموضوع. والسؤال الاول، هاي فركتوز كورن سيروب هو صاير متكون من جلوكوز ومتكون من فركتوز. خلينا نقوله بالعربي اكثر شويه، يعني ما هن هيك اسمه، ما هن هن تو شوغرز، يعني بالنهايه الهاي فركتوز كورن سيروب مشان نصه هو لنوع من التحليه بيستعملوه للتحليه، وفي جزء من المي برسنتج فيه 24% مي، وفي نسبه الفركتوز اعلى شوي من نسبه الجلوكوز، يعني نسبه بين 54 للفركتوز وبتكون شي 45 something للجلوكوز. سو هذا بيستعملوه بالمشروبات، بيستعملوه بالاكل، نوع من التحليه. بس انا هذا الفورم يعني اللي عم يعمل دايت، انا ما بنصحه دايما انه يطلع على الليبل تبعيه الاكل انه ما ياخذ هذا، لانه بالنهايه هذا سكر. يعني طيب. لو ما مكتوب، سوري بس خليني اكمل هاي لانه كثير مهمه، لو انه ما كاتبين انه مثلا بيقولوا لك شوغر، بس هو شوغر بالنهايه، يعني هو تحويل، مشان ما انه انا عندي هيدا شوغر، يعني انه ما حاطط شوغر، انا ما في شوغر، يعني بالانجريدينتس بيقول لك انا ما حاطط شوغر، بلا انت حاطط شوغر. هاي فركتوز كورن سيروب از ا شوغر. طيب عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا السكر برضو احترنا فيه، يعني ناخد السويت اند لو، مش عارف السكر الابيض، السكر البني الافضل. سو السكر في له مثل ما قلنا انواع، اللي هو السكر الصناعي اللي عم حضرتك الايكوال وسويت اند لو والاسبرتام، واللي هو الايكوال نفسه. وفي عندنا كمان السكر اللي هو السكر العادي الشوجر كين اللي جاي من قصب السكر، والسكر بعدين في بيجي التحليه الطبيعيه اللي هي مثلا ممكن نستعملها بالهني، بالاجايفي، في شيء اسمه اجايفي which is هذا من نبات اسمه اجايفي. سو هذا سكر يعني طبيعي، يعني ما في السكر اللي هو السكر الطاوله التيبل شوجر اللي نحن بنعرفه. فالسكر الصناعي اللي هني بيقولوا زيرو كالوري، يعني دائما بنسال انا انه قديش فيك زيرو كالوري، اي ارتفيشال سويتنر از زيرو كالوري. بين السكر الابيض والسكر الاسمر ذا سيم كالوري، ما في فرق بالكالوري بيناتهم، بس الفرق انه السكر الابيض هو متعرض للبروسيسنج اكثر لحتى ياخذ هذا الكالور تبعه الابيض. كويس البروسيس. بس بنيجي على المحليات، وانا دائما بفضل انه لما بده يحلي الواحد يحلي بالمحليات الطبيعيه اللي هو العسل مثلا. والعسل فيه سكر برضه. ايه بس سكر العسل غير سكر التيبل، سكر طبيعي. لا مش هيك قصدي، قصدي انا انه السكر التيبل شوجر هو كله جلوكوز. لا هو كله جلوكوز اللي هو بيرفع، بنقول رفع سكر الدم. فهمت علي؟ لما نقول ارتفع سكر الدم هو من الجلوكوز، بينما مثلا الهاي فركتوز كورن سيروب هو نصه جلوكوز، خلينا نقول نصه مجازا نستعمل هذا التعبير، نصه جلوكوز نصه فركتوز. نعم فعمليا انا حليت بنستعمل اي سكر يعني
نستعمل سكر. نستعمل اللي هو السويتن لو ولا البراون ولا الابيض ولا هلا اقول لك سويتن لو زيرو كالوري. اذا انت حابب تعمل دايت اعمل على الارتفيشال كود. اذا انت حابب شويه بس قالوا برضه ان السويتن لو له مشاكل. لا الريسيرش لحد هلا ما قدرت تثبت انه انا رح اعطي محمد عن قصد هالمره لانه بدنا ناخذ اتصال. عندناش ريسيرش يبقى في معنا متصله من يوتا. مساء الخير لسميرة. الو مساء الخير. تفضلي سميرة شو سؤالك؟ سؤالي انا بدي اسال الدكتوره اذا الواحد يعني بياكل شو ما بده طبعا بكميه معتدله ومع شويه رياضه مش احسن ما يحرم حال الواحد؟ يعني الواحد لو كل يوم مشي واكل اللي بده اياه هذا كويس ولا لازم الواحد يعني يخفف فعلا اكله؟ صح. طبعا مش عم بسال انا انه على الاكل اللي الديبي فراي وهي الشغلات اللي الفات. يعني الواحد ياكل باعتدال ومع شويه رياضه بيمشي الحال. مظبوط. انا حبيت كلامك. هو ده سؤالنا كان سؤالنا اللي جاي ده. شكرا سميرة على اتصالك. رح تكوني انت الاتصال الاخير دكتور. تفضلي بتحبي تجاوبيها. السؤال هذا بحبه كثير انا كثير لانه في ناس بيجوني عاملين دايت شايلين مثلا ابدا ما في كاربس او هذا اللي بيقول لك ابدا ما في فروت او ابدا ابدا ما في ولا قطعه حلو مثلا بالنهار انه لا بقى خلص خلص ما في شيء سكر. انا هذا الدايت انا ما بحبه. مثل ما قالت تفضلت حضرتها الأكل هو خمس أنواع: فروت، فيجتابلز، بروتين، كاربس، واللي عنا آخر شيء اللي هن فئة الحليب. هن حاطين الحليب والأجبان والألبان فئة. فأنتي من هالفايف الكاتيجوري الخمس تصنيفات للأكل أنتي فيكي تاكلي تركزي خضرة وفواكه كويس، يعني إنه تاكلي كميات كويسة مثلا من 4 الى 5 سيرفينج باليوم مثلا. هي ان جنرال يعني 4 الى 5 سيرفينج يعني نص كاب سيرفينج. بس شويه الكاربس انا ما بقول نقطعها ابدا بس نخففها. يعني بدل ما ناخذ مثلا قطعه توست اللي هي وايت بريد ناخذها مثلا هول ويت بريد. منا بنكون استفدنا من الفايبر الموجوده ومنا بنكون احنا اخذنا يعني المثل منها. المثل اللي بيقولوه صحيح: وان ابل ا داي كيپ ذا دكتور اواي. يعني هو الأبل إنه أوكي في الفيتامينز في الفايبر. الفايبر كتير كتير مهمة. بحب نبه كتير على أهمية الفايبر اللي نحن ما كتير منتبه لها. لازم يكون لنا لقاءات كتيرة معك يا دكتور. نعم دكتور شكرا يعني على تعليقاتك وعلى المعلومات اللي عطيتيها وخاصة يمكن الفايبر للسيدات. لا الفايبر لبوث. حتى الرجال مفروض يأكلوا أكتر. الرجال المفروض ليش؟ الرجال مفروض يأكلوا أكتر لأنه الكتلة الجسم عند الرجال أكبر من كتلة الجسم عند الرجال عند النساء إجمالا. فهني لازم يعني حتى الكالوري مفروض الكالوري أقل للمرأة من هي للرجال لأنه الرجال في نسبة البروتين بجسمهم أعلى من النساء. نعم. يبقى على فكرة السادة المشاهدين برضو بذكركم الفيسبوك ابعتولنا والدكتورة علا وعدتنا أن هي to answer كل questions بتاعتكم كل الأسئلة بتاعتكم. فإذا دكتور علا شكرا على وجودك معنا على كل المعلومات. نحن نتمنى سوا للمشاهدين أن يقضوا فترة الأعياد بطريقة سليمة صحية. ينتبهوا طبعا على أكلهم وعلى الدايت تبعهم لأنه يعني سليمة بالأكل هي كمان استمرارية والواحد يكون عايش بطريقة سعيدة. مشاهدينا بننتقل فاصل إعلاني ونرجع من كفي مع الصوت الجميل صوت الفنان هشام بركات. تلج تلج عم بتشد الدنيا تلج والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني. تلج تلج عم بتشد الدنيا تلج والغيمات